الأستاذ دكتور محمد عبد الواحد يونس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة بنستعرض رؤية لتطوير الكلية إن شاء الله في الفترة القادمة. الصوت يا دكتور محمد لو سمحت. بقول بنستعرض رؤية لتطوير الكلية في الفترة القادمة. يعني طبعا ملخص عن السيرة الذاتية نقول يعني الحقيقة في من حيث الأبحاث ومن حيث تحكيم الرسائل والمقالات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وأيضا هي المشاركة في إعداد وتنفيذ مؤتمرات في داخل الكلية هنا. الحقيقة نتيجة أو بطبيعة تخصصي تصادف أن أنا عملت كمستشار لبعض الشركات الصناعية، وكان من ضمن المهام اللي تولاها هي تطبيق أساليب وسياسات الجودة وتطوير الأداء. يمكن ده أتاح الحقيقة فرصة للاحتكاك بكيفية التطوير وأسلوب التطوير، بالإضافة للاشتراك من خلال الحقيقة دورات تدريبية واستشارات في مجالات القياسات الدقيقة والجودة لعدة شركات أيضا في الأسكندرية. تصادف برضو أن أنا عملت كسي اي او أو مدير تنفيذي لإحدى الشركات في الأسكندرية، والشركة الحقيقة يعني لها يعني عدد أفراد اللي بيعمل فيها يصل إلى 1500 عامل او فرد يعني، وتصدر منتجاتها الى 75 دولة. ويمكن العمل ده الحقيقة اتاح لي فرصة زي ما قلت ان احنا نعمل التطوير بدءا من انه في نظام قائم ومستمر، لكن الحقيقة كان في بعض الملاحظات عليه وبعض السياسات او الممارسات اللي بتتم ليس بصورة مهنية مناسبة. يعني الأمر تطلب أن احنا نحل الموقف الموجود ده ونضع خطة للتطوير وننفذها، وأيضا تضمن أن احنا نقوم بعمليات تقييم للأداء بقياس الأداء قبل التطوير وبعد التطوير. والحمد لله تحقق نجاح كبير على مستوى الإداري وعلى مستوى الجودة والإنتاج وغيرها. الحقيقة احنا هنتعامل مع الموضوع بتاع التطوير برضو باعتبار ان كلية الهندسة هي منظومة، وهذه المنظومة غالبا بقى لها مدخلات وايضا لها مخرجات. النظر الى العناصر المختلفة الى هذه المنظومة من حيث مكوناتها ومن حيث المدخلات والمخرجات المفروض انه يساعدنا الحقيقة على ان احنا نحسن الاداء، نعرف نقاط ضعف ونقاط قوة ونتعامل معها. المنظومة الحقيقة بتاعت كلية الهندسة بتشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تشمل منظومة العمل الإداري داخل الكلية، المعامل والتجهيزات الدراسية والمشروعات البحثية ووحدات خدمة المجتمع. المدخلات اللي عندنا بتشمل الطلاب والخطط الدراسية المعتمدة وأيضا التمويل الحكومي، ولابد من وجود رؤية ورسالة للكلية بتعمل من خلالها. اما المخرجات فهم الخريجين خريجي الكليه، وايضا حاجه من ضمن المخرجات المهمه هو الانتاج العلمي والبحوث اللي بتخرج من الكليه، وايضا دور الكليه في تطوير المجتمع في خدمه المجتمع المحلي. اداره الكليه الحقيقه المفروض انها منسق وفاسيليتيتور، وكان سي يعني الحقيقه فاسيليتيتور بينظم العمل داخل الكليه، بياخد الحقيقه تاثير المدخلات على المخرجات وكذلك ايضا ظروف العمل ومكونات العمليه التعليميه. بنلاحظ الحقيقه المفروض ان العلاقه دي علاقه تبادليه، يعني بياخد معلومات وبيدي فيدباك في جميع الاحوال. المفروض الحقيقه ان هو بيقيس رد فعل المجتمع وايضا الخريجين على الانتاج بتاعه، وبيعمل على تطوير هذا المخرج وتحسينه. النظر الى العناصر المختلفه ومحاوله تحديد اماكن التحسين اعتقد انه هيبقى دور مهم وواجب للاداره. يعني الحقيقه لو تصورنا المفروض ان احنا بنسعى الى يعني بالدرجه الاولى تحسين مستوى الخريج من كافه النواحي، واقصد بها الحقيقه النواحي العلميه والنواحي السكيلز يعني والنوليدج، وايضا من النواحي الشخصيه وطريقه عرض النفس يعني.
والكلام ده الحقيقه لانه السوق فيه تنافس وبنسعى الى انه الخريج يبقى له مكان جيد في سوق العمل. يعني من ضمن الامور اللي بعتبرها ضروريه الحقيقه لتحسين الوضع في الكليه السعي بشتى الطرق لاستعاده الاحساس بالرضا والانتماء لدى اعضاء هيئه التدريس، لانه كلنا بنشعر الحقيقه انه بقدر كبير من عدم الاهتمام الناس الملتزمه بتادي عملها وبتمشي لانها بتحس انها ما هيش طرف في العمليه في المنظومه بالكامل، هي بتؤدي دور محدود. يعني العمل على زياده دخل الكليه من البرامج المتخصصه والمركز الهندسي والوحدات الخاصه والتبرعات وغيرها، تطوير المعامل والمكتبات واماكن الدراسه، ورفع كفاءه منظومه العمل الاداري بالكليه الحقيقه لانها بتمثل اعتقد عائق كبير في ان الامور تسير بشكل يسير وسلس. يعني وايضا الحقيقه من ضمن الامور اللي بسعى عليها التحفيز على اجراء ابحاث مشتركه بين اقسام الكليه مع الجهات الاخرى. الحقيقه فكره البحوث المفرده او المنفرده اللي بيقوم بيها شخص واحد او قسم واحد اعتقد انها لم تعد ذات جدوى على المستوى العالمي. الناس كلها بتؤمن بالتعاون، بتؤمن بما يسمى بالسينرجيتك افكت، انه الحقيقه لو كان في 1+1 ممكن يساوي 3 ممكن يساوي 5. المشاركه في المشروعات القوميه الخاصه بالتنميه والتطوير وخدمه المجتمع وتنميه البيئه، هنحاول نستعرض، صحيح هي يعني اراء تبدو يعني عامه لكن هنحاول في بعض الاحيان نشوف ازاي ممكن نحقق هذا الكلام. يعني عشان نقدر نعمل اي تحسن ضروري ندرس الموقف، يعني نحدد النقاط القوه لدى المنظومه بتاعتنا اللي هي الكليه السترينثز، ونحدد نقاط الضعف ايضا لانه دي امر مهم ان احنا نعرفه، نحدد الفرص المتاحه اللي نقدر نستغلها ونطور منها، وايضا الحقيقه لابد ان احنا نعرف المخاطر المحتمله في التطوير، وده بنسميه السوات اناليسيز. يعني الحقيقه لو حاولنا بشكل مبسط ننظر على بعض نقاط العناصر السابقه هنجد منها الحقيقه نقاط القوه، اولها وعلى راسها اعضاء التدريس والهيئه المعاونه. احنا عندنا في الكليه الحقيقه خبرات كبيره جدا، ناس عندها معرفه وعندها خبره في شتى المجالات، ولكن عايزه تحفيز وعايزه نقول توفير جو يساعدها على التعاون وابراز ما لديها من قدرات. يعني الحقيقه كليه الهندسه بتحظى بسمعه طيبه ولها تاريخ طويل بنسعى ان احنا نحافظ عليه وانه يستمر. ايضا موقع الكليه داخل مدينه الاسكندريه اللي فيها اكثر من 40% من الصناعه اللي موجوده في مصر، المفروض الحقيقه انه يؤهلها الى مزيد من التقدم. وايضا الحقيقه عندنا قدر لا باس به من الطلبه اللي بيتمتعوا بقدرات عاليه في الابتكار وفي المعرفه. لكن على الناحيه الثانيه عندنا جوانب ضعف لابد انها تؤخذ في الاعتبار، زي قله الموارد الماليه والاعتمادات الخاصه بالبحث العلمي، أعداد كبيرة للطلاب، ضعف الصلة بين الكلية والصناعة، الهيكل التنظيمي التاريخي اللي موجود في الكلية والحاجة الملحة لتغييره، ضعف مستوى نسبة كبيرة من العاملين بالإدارات المختلفة وعدم إلمامهم باللغات الأجنبية، تهالك نسبة كبيرة من الأجهزة المعملية والحاجة الشديدة لتطوير معظم معامل الكلية مع توافر فنيين لهذه المعامل على مستوى المطلوب، لأن أحيانا بيبقى عندي جهاز لكن ليس لدي فني يستطيع أن يعمل عليه بشكل جيد. وايضا الحقيقه انه قلنا عدم الشعور بالرضا لدى غالبيه اعضاء التدريس لغياب الشفافيه والعداله وامور اخرى. يعني الفرص اللي قدامنا الحقيقه بتتمثل في الطلب المتزايد على برامج تعليميه يمكن تقدمها الكليه، وبالتالي ديت لازم نستغلها. قدامنا فرصه تطوير البرامج الدراسيه في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والسعي للحصول على الاعتماد المحلي والدولي لجميع البرامج اللي بيدينا فرصه وبيدي الخريج بتاعنا فرصه اكبر في سوق العمل. عمل اتفاقات تعاون وتنفيذ مشروعات بحثيه مشتركه مع المؤسسات الصناعيه والهيئات والجهات الحكوميه والجامعات الاجنبيه، وده امر ضروري الحقيقه لانه دي الوسيله ان احنا نحقق الغايات اللي بندور عليها. تطوير اداء الوحدات الخاصه والمركز الهندسي والنظر يمكن في انشاء وحدات جديده، والحقيقه في خلال فتره الايام القليله الماضيه الحقيقه يعني سمعت اراء جيده تستحق الدراسه من كثير من الزملاء عندهم اراء وافكار في تطوير مراكز او وحدات خاصه جديده تساهم في زياده دخل الكليه، والسعي لزياده حجم الاعمال واشراك اكبر عدد من اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه لزياده الخبره وعداله التوزيع، لانه الحقيقه
لو الناس حست انها بتشارك في صنع القرار وقدمها فرصه للعمل، اعتقد ان هيبقى ده لها تواجد اكتر وفرصه افضل للتحسين الدخل نقول، او وجود تمويل حتى للابحاث، مش لازم دخل للهيئه. اما المخاطر فهي اقدام عدد من اعضاء التدريس على ترك الكليه والحصول على اعارات وانتدابات خارج الكليه للاسباب السابقه، الحقيقه هي احد العناصر، يعني استمرار عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين في البقاء بالخارج وعدم العوده بعد الحصول على الدكتوراه، عدم وجود ضوابط جد عند الحصول على اجازات ورفض الزوج او الزوجه، عدم قناعه عدد من اعضاء التدريس باهميه نظام الجوده في صورته الحاليه، شعور بعدم الرضا لدى غالبيه اعضاء التدريس لغياب الشفافيه والعداله، وعدم التطوير الفعلي والبقاء في حال خوف يمثل مخاطر عليه. طب يعني لو حاولنا ان احنا نتعامل مع يعني نستفيد من الاوبورتيونيتيز او الفرص المتاحه، و يعني مع الاخذ بالاعتبار المخاطر، يعني العمل الحقيقة هينقسم على حسب النشاط الرئيسي بتاع الكلية، اللي هو مثلا سي طلاب الخطط الدراسية، فتطوير البرامج والمقررات الدراسية بما فيها البرامج المتخصصة يجب أن تحظى بعناية كبيرة للإدارة القادمة، أيضا دعم وتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة بما يضمن الحياة طلبة ذات نقول خبرة بالحياة وعمل بروح الفريق والتعاون، دعم وتفعيل وتقنين التدريب الصيفي اللي بيمثل جزء مهم جدا. وهناك اقتراحات الحقيقه ان احنا ليه ما نعملش تدريب صيفي داخل الكليه، لانه احيانا الحقيقه التدريب الصيفي في المصانع بياخد شكل يعني شكلي، او الامر يبقى شكلي وليس تدريب فعلي. وجود الطلبه يمكن داخل الكليه وفق برامج محدده قد يساعد على الاستفاده اكثر من التدريب الصيفي، وايضا متابعه واستكمال انشطه الاعتماد المحلي والسعي للاعتماد الدولي، العمل على نشر ثقافه الجوده داخل الكليه وفي المجتمع المحلي، ان يبقى في وسيله لقياس الاداء، وسيله ل يعني اقتراح حلول، في فيدباك الحقيقه، يبقى احنا بنراقب العمليه التعليميه، بنقيس الاداء ب يعني كي بيرفورمانس انديكيتورز او معايير تقييم هامه وضروريه، ثم يبقى في دراسه للاوجه القصور والعمل على